مشاهدينا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب اليوم. حلقه جديده وموضوع جديد، هنناقش موضوع مهم جدا، موضوع بيقلق معظم الازواج حديثي الزواج، وهي مشكله تاخر الحمل والانجاب. في اسباب كتيره بتختلف من سيده لاخرى لتاخر الحمل، في اللي بتخلف مره وبيتاخر عندها الحمل الثاني، وفي اللي بتحمل اكثر من مره ولكن لم يكتب للحمل النجاح بيحصل اجهاض، وفي اللي مش بتخلف خالص لأسباب كثيرة جدا لتأخر الحمل. هنعرفها النهاردة، ولكن اسمحوا لي في الأول أو في بداية حلقتنا أرحب بضيفي الدكتور عبد الغني محمد، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وأطفال الأنابيب بمستشفى دار الطب، ومدرس أمراض النساء والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، وعضو الكلية الملكية لأمراض النساء بلندن. محاور حلقتنا النهاردة، وهي أسباب تأخر الإنجاب والحلول السريعة لحل مشاكل تأخر الإنجاب. أهلا بك يا دكتور معانا ومنورنا النهاردة في طبيب اليوم. شكرا. وفي البداية عايزين نعرف من حضرتك عشان الناس تبقى فاهمة، بتقول في تأخر إنجاب، ولكن حد عارف هو كيف يحدث الحمل الطبيعي؟ الحمل الطبيعي علشان يحصل المفروض يكون فيه زوج عنده حيوانات منوية، عندها العدد الكافي والحركة الكافية وعدد بسيط من التشوهات يسمح لها ان هي تقدر لحد البويضة او تخصبها. ده للزوج. للزوجة المفروض يكون عندها مبيض قادر على انتاج بويضات، والبويضات دي تكون صالحة ان هي تتخصب من الحيوانات المنوية. بالإضافة لكده يجب يكون عندها قنوات فالوب سليمة. قنوات فالوب ديت هي اللي بتسمح للبويضات انها تدخل من ناحية، وتسمح للحيوانات المنوية ان هي تدخل من الناحية التانية، بحيث ان هم يلتقوا ويحصل الاخصاب وبعد كده الجنين يتكون. تمام؟ فبالتالي اول حاجة مبيض قادر على انتاج بويضات سليمة، تاني حاجة قناة فالوب تكون سليمة قادرة ان هي تسمح للبويضات انها تدخل من ناحية والحيوانات المنوية انها تدخل من الناحية التانية عشان تهيئ مكان مناسب للاخصاب. بعد كده يجب يكون عندها رحم عنده الكفاءة ان هو يتقبل الجنين والجنين يزرع نفسه داخل الرحم، علشان يقدر ان هو ينمو ويكمل لحد وقت الولادة. بالاضافة لكده يجب يكون عند الزوجة مفيش مشاكل في الهرمونات، لان الهرمونات الداخلية بتاعت السيدة عاملة زي تناغم. في التناغم دوت ممكن يؤدي ان التبويض ما يحصلش حتى لو كان المبيض نفسه سليم، لكن اي لخبطة في الهرمونات عند الزوجة ممكن يؤدي ان يحصل عدم تبويض في النهاية. بالتالي عشان يحصل حمل طبيعي لازم الحيوانات المنوية اولا تقدر توصل لحد البويضات. والرحلة اللي هي بتقطعها الحيوانات المنوية عشان تقدر توصل لحد البويضات ديت بالنسبة لحجم الحيوان المنوي الضعيف جدا تعتبر مسافة كبيرة قوي، بعيدة قوي قوي، اكن واحد مسافر من اسكندرية لحد اسوان. فطبعا تعتبر مسافة بعيدة جدا جدا جدا. عشان الحيوان المنوي يقدر يمشي المسافة دي كلها مطلوب منه لازم العدد يبقى كتير. كتير قد ايه؟ اكتر من 15 مليون. ليه العدد ده؟ لان ال 15 مليون دول مش كلهم بيقدروا يوصلوا لحد البويضات. ده معظمهم بيقع في السكه باستثناء يمكن 1000 ولا 2 حيوان منوي بس هم اللي بيقدروا يوصلوا لحد البويضه عشان يقدروا ان هم يخصبوها. عشان كده من اسباب تاخر الانجاب لدى الازواج ان يكون العدد قليل شويه. وازواج كتير بيسالوني يا دكتور طب ما انا عندي 8 مليون يعني ما يحصلش حمل ليه؟ 8 مليون قليله، 8 مليون كتير. نقول له ايوه هو 8 مليون كتير لو انهم كلهم هيقدروا يوصلوا لحد البويضات، لكن الفكره ده في مسافه بعيده جدا. بقول لحضرتك مسافه تعتبر حاجه زي 1000 كيلو. صحيح. بالنسبه لحجم الحيوان المنوي الضعيف دوت يعني طبعًا. او اللي هو حجمه اللي هو البسيط جدا يعني. فلو 7 مليون 8 مليون لا ده كله بيقع في السكه ما فيش حاجه منه بتقدر توصل لحد الاخر. طب هو يعني ايه تاخر حمل؟ كويس قوي. ده سؤال مهم جدا، لان في ناس بيقولنا هم متجوزين بقالهم 3 شهور وشهرين ويقولوا احنا عندنا الحمل عندنا اتاخر. فتعريف تاخر الحمل ان هو يكون عدى سنه كامله على الزوجين، بشرط ان هم يكونوا قاعدين مع بعض، مثلا الزوج ما يكونش سافر مثلا 6 شهور من السنه او حاجه، وما يكونوش اخذوا اي حاجه تمنع الانجاب. بمعنى لو مثلا ناس قولي بعد 3 شهور. استاذنك يا دكتور احنا معانا على الهواء الفيديو الخاص بالحمل الطبيعي. ايوه ما انا بقى اشرح ازاي الخطوات بتاعت الحمل الطبيعي. زي ما اتفقنا ان في حيوان منوي دلوقتي قدر يوصل لحد المكان اللي هو فيه البويضات عشان يتم الاخصاب. هنا حاجه مهمه قوي، الحيوان المنوي اول لما دخل من الجدار الخارجي من البويضه الجدار بقى سميك عشان ما يسمحش لاي حيوان منوي تاني ان هو يخترق البويضه. في النهايه حيوان منوي واحد قدر يخترق البويضه. المفروض بعد كده يحصل الاخصاب،
والاخصاب دوت يعني ايه؟ يعني الماده الوراثيه بتاعه الحيوان المنوي تندمج مع الماده الوراثيه بتاعه البويضه. هنا الحيوان المنوي هيدخل من الجدار الداخلي للبويضه، والماده الوراثيه موجوده في راس الحيوان المنوي، وبالتالي خلاص الدين خلاص بيتساب بره، والراس دلوقتي بيخرج منها الماده الوراثيه بتاعه الحيوان المنوي. عشان يحصل اخصاب لازم الماده دي تندمج مع الماده الوراثيه بتاعه الزوجه زي ما احنا شايفين كده اهوت بتاعه البويضه، عشان يكونوا كيان واحد اللي هو هيكون بدايه تكوين الجنين. كده ممكن نقول ان حصل اخصاب، وبالتالي في جنين بدا ان هو يتكون، وفي المكان ده بيكون في قناه فالوب. دلوقتي جنين موجود في قناه فالوب، وقناه فالوب بنعرفها كده بالاهداب اللي هي موجوده تحت كده اهوت اللي عامل زي الزرع البسيط قوي دوت يعني. الجنين في المنطقه ديت بيكون بينقسم وبيكبر وبيقعد في قناه فالوب حوالي 3 ايام لحد لما يوصل لحد الرحم. في المرحلة ديت بيكون بيتغذى على سائل قناة فالوب بتفرزه، بتكون مسؤولة انها تغذي الجنين في فترة الثلاث ايام الاولى من بعد الاخصاب. هنا خلاص الجنين المفروض بيسيب قناة فالوب وداخل للرحم علشان يزرع نفسه، يقعد في الرحم حوالي 3 ايام كمان. هنا بقى عشان يزرع نفسه الجنين لازم يخرج من الغلاف الخارجي دوت، وبعدين يغمس نفسه داخل بطانة الرحم. هنا خلاص الجنين بيخرج بره الغلاف، وبعدين لازم يزرع نفسه بالكامل داخل بطانة الرحم. ايوه زي ما احنا شايفين كده اهوت. دلوقتي الجنين لما خلاص بيدخل جوه داخل بطانة الرحم وبيتغطى بالكامل كده اهوت، دلوقتي ممكن احنا لو عملنا اختبار حمل في الوقت ده ممكن يطلع ان هو موجب. تمام. والانقسامات داخل بطانه الرحم بتستمر، الجنين لسه برضو الحجم بتاعه بيكبر، وكمان الخلايا بتفضل تستمر في الانقسام. لكن في بقى حاجه تانية مهمه دلوقتي، مش انقسامه بس، الانقسام بقى عشان يشكل اعضاء الجنين. مش انقسامه بس. فده دلوقتي المفروض الجنين وهو داخل الرحم منغمس تماما كده هو داخل الرحم. وفي الوقت دوت بيكون عدى تقريبا 4 اسابيع على اول يوم في اخر بيريد. المفروض الجنين دلوقتي عشان يبتدي يتشكل اول حاجه هيعمل حاجه اسمها القرص الجنيني، اللي هو بيبقى عامل زي الدايره كده هوت، اللي هي بتكون فلات مسلطحه شويه ونسميها احنا القرص الجنيني. بعدين من القرص دوت زي ما احنا شايفين كده هوت، ايوه دي كده مرحله القرص الجنيني. لو بصينا كده على الجزء الظهري من القرص دوت هنلاقي بدات الفقرات بتاعه الجنين ان هي تبتدي تتكون، دي اللي هيظهر منها العمود الفقري اللي ايضا احنا شايفين كده بالظبط. ده اللي هيتكون منه اللي هو العمود الفقري بتاع الجنين. هنبص بقى كده اهوت عند مرحله القرص ديت، المفروض عند الامام شويه يتم بروز كده اهوت، البروز ده هيتكون منه الراس. تمام. والخلف برضو بروز كده اهوت، ده اللي هيتكون منه الاطراف. دلوقتي نبض الجنين بدا ان هو يظهر، لو عملنا اشعه تلفزيونيه في الوقت دوت، الوقت ده تقريبا 6 اسابيع من اول يوم في اخر بيريد. تمام. ممكن نلاقي المنظر ده ونوري قلب الجنين للام. المراحل اللي بعد كده خلاص الجنين عدى 6 اسابيع، وصل دلوقتي حوالي 8 اسابيع ودخل على 10 اسابيع. المراحل اللي بعد كده بتكون مراحل الجنين بينقسم، ايوه، لكن بيبقى بالاساس تكوين اعضاء واكتمال لوظائف هذه الاعضاء. سبحان الله. طيب في ايام بعض السيدات ما بيبقاش عارفه ان في ايام معينه للتبويض، وده سؤال كلنا يعني سيدات كتير بتساله، هو المفروض ايام التبويض ايه بالظبط لاي سيده؟ كويس. ايام التبويض في الغالب بتكون في منتصف البيريود. احنا البيريود عندنا قلنا من اول يوم لحد اول يوم بعده تقريبا 28 يوم، يبقى غالبا في اليوم ال 14 هو دوت ميعاد التبويض. تمام. ممكن يحصل قبلها بيوم او بعدها بيوم، لكن في الغالب ده بيكون الميعاد الاساسي اللي بيحصل فيه التبويض. تمام. طب البيريود عندها 30 يوم؟ لا، غالبا بيكون في اليوم ال 16. تمام. طب البيريود عندها 25 يوم؟ غالبا في اليوم ال 11، لان الفتره ايوه لا هي الفتره من وقت التبويض لحد نزول البيريود غالبا بتكون 14 يوم. تمام. هي الزوجه كده لو شافت البيريود عندها بالظبط كام يوم طرحت منهم 14 يوم. هو ده بيكون انسب وقت للتبويض عندها. ممكن قبلها بيوم او بعدها بيوم، لكن في الغالب ده بيكون وقت التبويض. طيب تاخر الحمل بيحدث في بعض الاحيان ويمكن ما بنبقاش عارفين ليه سبب، وزي يمكن انا قطعت حضرتك بالفيديو، ولكن حضرتك قلت ما ينفعش لازم ان انا بعد شهرين ثلاثه يجي يقولوا لي انا عندنا تاخر حمل، لازم يكون عدى سنه ما يكونش في مشاكل صحيه عند الزوجين. غيرهم ايه بقى كمان؟ كويس. انا اللي كنت بقوله حاجه ان هو بعد سنه نسبه حدوث الحمل في الازواج الطبيعيين جدا 85%. بعد 6 شهور بيكون النسبه 50% بس. فاحنا لو بدانا نعمل تحاليل للناس اللي هي متجوزه بقى لها 6 شهور، يبقى كده نص الناس اللي في الدنيا كلهم هيعملوا تحليل تاخر الانجاب. وده طبعا ما ينفعش. تمام. فبالتالي الناس لما يبقوا عارفين ان بعد سنه بيكون 85% حصل عنده حمل، مناسب قوي ان احنا ال 15% الباقيين ان احنا ندور عندهم ليه ما حصلش الحمل. ليه بقى ما حصلش الحمل؟ دي قصه. طيب احنا كنا بنقول في الاول عشان يحصل حمل طبيعي لازم يكون فيه حيوانات منويه قادره ان هي توصل لحد البويضات.
وده التبويض بقى يا دكتور. ده بيورينا التبويض بيحصل ازاي. ده طبعا رسمه للجهاز التشريحي للزوجه. لو قلنا دلوقتي ان هو دوت الرحم وعلى الجنبين قنوات فالوب، وبعدين المبيض اللي هو باين باللون الابيض دوت، وقت التبويض المفروض زي ما احنا شايفين كده البويضه تخرج من المبيض. تمام. مهمه قناه فالوب ان البويضه دي ما تخرجش تروح اي مكان، وانما تخرج تنزل في المكان اللي ممكن تقابل فيه الحيوانات المنويه. زي ما هنشرح دلوقتي، لو قناه فالوب فيها انسداد البويضه ممكن تبقى كويسه، لكن ما تكونش في المكان اللي ممكن تقابل فيه الحيوانات المنويه، بالتالي ما يحصلش اخصاب وما يحصلش حمل. هنا البويضه موجوده في قناه فالوب، وهنا في الحيوانات المنويه جايه من الناحيه الثانيه. زي ما شرحنا ان قناه فالوب بتسمح من ناحيه بدخول البويضه، ومن الناحيه الثانيه بدخول الحيوانات المنويه، عشان يبقى في وسط ملائم ان يحصل اخصاب. دلوقتي المفروض مرحله الاخصاب زي ما شفنا ان حيوان منوي واحد بس بيخترق البويضه ويتكون الجنين، يقعد 3 ايام في قناه فالوب. طول ما هو في قناه فالوب بينقسم وبيكبر في الحجم لحين ما يوصل للرحم. لما بيوصل للرحم زي ما احنا شايفين كده اهوت، لسه برضه بيكبر وبينقسم في الحجم. بعد كده بيدخل داخل بطانه الرحم ويكمل التطور بتاعه زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات اللي قبله. تمام. كنا بنقول اسباب تاخر الانجاب اسباب لدى الزوج، اسباب لدى الزوجه، وفي عندنا تاخر الانجاب غير معلوم السبب برضه هنشرحه. طيب احنا كنا بنقول والمساله سهله وبسيطه. اذا كان عشان يحصل حمل طبيعي المفروض يكون فيه حيوانات منويه قادره توصل لحد البويضات، والمفروض يكون فيه مبيض سليم، قناه فالوب سليمه، ورحم سليم. يبقى الاسباب هي كالاتي: حيوانات منويه تكون فيها ضعف مش قادر يوصل لحد البويضات، او مبيض مش قادر يطلع بويضات، من الاساس ما فيش بويضه بتطلع، يعني هيحصل حمل ازاي؟ او البويضه بتطلع لكن قناه فالوب فيها انسداد. تمام. فالبويضه تكون موجوده كويس كويسه ايوه، والحيوانات المنويه كويسه ايوه، لكن قناه فالوب المفروض ان هم بيقابلوا بعض فيها ويحصل اخصاب، فيها مشكله او انسداد، فبالتالي ما يحصلش اخصاب وما يحصلش حمل. او تكون مشكله في بطانه الرحم نفسها، يكون فيها اي مشكله تمنع ان الجنين يزرع نفسه فيها. طيب لو قلنا في البدايه الحيوانات المنويه ممكن المشاكل اللي فيها تكون ايه؟ ممكن العدد يكون قليل، وزي ما قلنا لازم العدد يكون اكتر من 15 مليون عشان يقدر يوصل لحد البويضه ويخصبها. لو العدد اقل من كده هوت العدد ما يسمحش ان هو يكمل الرحله البعيده قوي اللي شرحنا عليها ديت، ان هو يقدر يوصل لحد البويضه. لو عنده حاجه مورفولوجيه يعني شكل الحيوان المنوي دي نفسه حاجة تانية. فيها مشكله، دي حاجه تانية، دي بنسميها تشوهات الحيوانات المنويه. والمفروض ان هي تكون اقل من 96%. تمام. اكتر من كده لا، بيكون نسبه الحيوانات المنويه الطبيعيه ما هياش كفايه انها تقدر توصل لحد البويضه. هنا بقى مساله التشوهات مش مساله انها توصل لحد البويضه، انما انها تخترق البويضه زي ما احنا شفنا في الفيديو كده. تمام. فالحيوان المنوي اللي هو ما هوش يعني الشكل الطبيعي بتاعه موجود، ممكن يوصل ايوه لحد البويضه لكن يعجز على ان هو يخترق البويضه. حاجه ثانيه مهمه جدا، حركه الحيوانات المنويه. تمام. لان العدد حتى لو كتير انما الحركه ما هياش قادره توصله لحد البويضه برده مش هيحصل حمل. تمام. عشان كده برده الازواج بيقولوا يا دكتور انا العدد عندي كويس، امال مش بيحصل حمل ليه؟ ايوه لان الحركه ضعيفه. والعدد كويس ايوه، لكن بقول لك الحيوانات المنويه المسافه اللي بتقطعها ديت ده كان واحد بيعوم 1000 كيلو، ف 1000 كيلو هيقطعهم ازاي ان ما كانتش الحركه بتاعه الحيوانات المنويه كويسه؟ ومش كويسه وبس، لازم تكون حركه اماميه. اماميه يعني ايه؟ يعني زي القطر كده اهو في السكه دي، اي في الاتجاه اللي هو يوصله لحد البويضه. انما لو الحركه مثلا ما هياش حركه اماميه، حركه دائريه مثلا. تمام. يعني مثلا واحد مثلا في اسكندريه عايز يوصل لاسوان، بدل ما ياخد القطر يوصله لحد هناك واخد عربيه وعمال يلف ويدور كده يعني ايه حوالين اسكندريه، مش هيوصل حتى لو كان الحركه كويسه. لازم نوعيه الحركه نفسها تكون حركه اماميه تقدر توصل بالحيوانات المنويه لحد البويضه. ده بالنسبه للزوج. طب بالنسبه للزوجه، والله اول حاجه ممكن يكون فيه ضعف في التبويض، وضعف التبويض دوت ليه اسباب كتيره وليه اسباب متنوعه، لكن اشهر حاجه بالنسبه للسيدات اللي هو بيكون مرض تكيس المبيض. مرض تكيس المبيض دوت معناه ايه؟ معناه ان في لخبطه في الهرمونات لدى الزوجه. الطبيعي اللي كان يحصل ان كل شهر زي ما شفنا في الفيديو في كيس حوالين البويضه بيكبر لحد ما يوصل لحد حجم معين، وبعدين يتفتح وتخرج البويضه منه. تمام. فمرض تكيس المبيض نتيجه لاختلال الهرمونات، الكيس دوت بيوقف نموه عند حجم معين وما يكبرش اكتر من كده، وبالتالي البويضه تتحبس جوه الكيس وما تخرجش. تمام. فالزوجه تشتكي من ايه؟ اولا طبعا ان الحمل متاخر. تاني حاجه المشكله ان البويضه حتى لو ما حصلش حمل في هرمونات بتخرج تخلي البيريود تيجي في ميعادها. فالزوجه تشتكي تقول يا دكتور انا ما بيحصلش عندي حمل والبيريود مش بتيجي في ميعادها، بتتاخر عن ميعادها مثلا اسبوع او اكتر. تالت حاجه بيعمل لخبطه في الهرمونات عموما بتاعه الجسم. فبالتالي الزوجه تشتكي وتقول يا دكتور في حبوب زياده بتطلع في وشي زياده عن اللازم، او تقول في يا دكتور في شعر بيطلع في وشي وفي جسمي زياده عن الطبيعي. ما هوش يعني ايه منطقي يطلع شعر في وشي دوت يعني. ده مرض تكيس المبيض سببه الاساسي اختلال في الهرمونات، وفي الاخر يؤدي ان التبويض يبقى ضعيف.
تمام؟ طب ده مشكله التبويض، وفي اسباب ثانيه طبعا لكن ده اشهرهم، ده ممكن هو يتم يعني. تمام. بعد كده زي ما اتفقنا اي مشكله في قناه فالوب تسد قناه فالوب، فبالتالي الحيوانات المنويه كويسه، البويضات كويسه، لكنهم مش بيقابلوا بعض وبالتالي ما يحصلش حمل. في الاخر ممكن اي مشكله في الرحم نفسه، مثلا يكون في بطنه الرحم المهاجره مثلا. لا دي عايز اشرحها بس مع تاخر الاجابه غير معلومه السبب، لان هي المفروض تشرح يعني اسهل معنا. اسهل تمام. فممكن يكون في تليف او التصاقات داخل بطنه الرحم نفسها، فتخلي بطنه الرحم مش قادره انها تتقبل الجنين. وبطنه الرحم دي بالظبط احنا بنشبهها زي الارض الزراعيه كده، اللي هو يعني ايه الجنين هيتزرع جواها ويطلع يكبر يعني. تكون أرض خصبة ديت خصبه لا مش هينفع الجنين يتزرع جواها. طيب ده الزوج عنده اسباب ضعف في الحيوانات المنويه، الزوجه عندها يا اما مشاكل في التبويض، يا اما مشاكل في قناه فالوب، يا اما مشاكل في الرحم. طيب ساعات بقى نعمل التحليلات للزوج والزوجه ويطلع ده كويس وده كويس. تمام. ده اللي بنسميه تاخر الانجاب غير معلوم السبب. طيب هو ايه معلوم السبب؟ معلوم السبب يعني عملنا التحاليل لقينا ضعف في الحيوانات المنويه، يبقى ده تاخر انجاب معلوم السبب، سببه ضعف الحيوانات المنويه. او عملنا تحاليل لقينا ان التبويض ضعيف، يبقى ده معلوم السبب وسببه ضعف في التبويض، او سببه انسداد في الانابيب. لكن عملنا الحاجات كلها وطلع كل حاجه كويسه. بترجع بقى حضرتك لطفل الانابيب، اطفال الانابيب. نعرف بس الاول ده ايه ده؟ طبعا احنا معانا الصور ممكن نعرضها والدكتور يعلق لنا عليها، اتفضل يا دكتور. هنا صورة لالتصاقات داخل الحوض، دي طبعا صورة متاخدة بالمنظار بتبين لنا ان في التصاقات حوالين الانابيب، قفلت الانابيب وبالتالي دي سبب من الاسباب طبعا بتاخر الحمل. فقلنا الانابيب مسدودة فتبقى البويضات كويسة والحيوانات المنوية كويسة بس مش قادرين يقابلوا بعض وبالتالي ما يحصلش حمل. دي صورة تانية برضو انتفاخ في قناه فالوب. الانتفاخ دوت معناه ان حصل انسداد في الناحيه اللي هي ناحيه المبيض، لكن الانبوبه زي ما اتفقنا بتعمل افرازات ممكن لجنين ان هو يتغذى عليها. الافرازات دي مالت الانبوبه وتضخمت بالشكل ده. بالاضافه كده الالتهاب نفسه بحد ذاته بيخلي الافرازات دي ما هي صحيه، لا افرازات يعني ايه ممكن تكون صديديه شويه، يعني ممكن تكون مخاطيه او صديديه على حسب، لكن في النهايه هذه الافرازات بتنفخ الانبوبه زي ما احنا شايفين كده، وده معناه انسداد برضه. هنا بقى دوت بيورينا مقارنه بين قناه فالوب السليمه اللي هي ناحيه الشمال وقناه فالوب اللي فيها التهاب اللي هي ناحيه اليمين. لو شفنا الناحيه اللي هي ناحيه اليمين ديت هنلاقي ان هي لونها محمر شويه ومتضخم، فديت حتى لو ما حصلش كده نعم محتقنه. ايوه محتقنه بالظبط. فبالتالي حتى لو ما حصلش انسداد كامل في قناه فالوب ممكن او ان هي ما تقدرش ان هي زي ما شفنا في الفيلم كده تمشي الجنين كده عشان يوصل لحد الرحم، فما تسمحش ان الوسط ما يبقاش مناسب قوي ان يحصل اخصاب، فما يحصلش اخصاب. يكون الحيوان المنوي كويس والبويضه كويسه لكن المكان اللي بيتخصب فيه ما يكونش مناسب وبالتالي ما يحصلش اخصاب. هنا مورد تكيس المبيض اللي هو ناحيه اليمين، شايفين المبيض كبير شويه وفي كياس صغيره اللي هو المقطع اللي متاخد في المبيض اللي هي نتيجه الحويصلات اللي هي توقف نموها عند حجم معين ومنعت البويضه انها تخرج. على الناحيه الشمال لا، ده مبيض سليم اللي هو الحجم بتاعه صغير ما فيش فيه الاكياس اللي احنا كنا شايفينها في ناحيه اليمين. تمام يا دكتور. هنرجع بقى احنا كنا بنقول بقى قلنا اسباب لدى الزوج واسباب لدى الزوجه وفي تاخر الانجاب غير معلوم السبب. طيب عملنا التحليلات كلها وطلعت كل حاجه كويسه ومع ذلك الزوجين ما حصلش عندهم حمل، ده بنسميه تاخر الانجاب غير معلوم السبب. مبدئيا ليه ممكن يحصل حاجه زي كده؟ المشكله في الغالب بتكون في وظيفه الحيوان المنوي او في وظيفه البويضه. يعني التحليلات والحاجات اللي احنا بنعملها بتورينا هل البويضات عدد الحيوانات المنويه عددها كويس وحركتها كويسه وتشوهات اللي فيها كويسه ولا لا، لكنها ما تقدرش تقول لنا كفاءه الحيوان المنوي ان هو يقدر يخترق البويضه كويسه ولا لا. نفس الكلام على البويضات، التحاليل والاشعاعات اللي بنعملها تقول لنا ان في تبويض بيحصل، لكن ما تقولناش ان كفاءه التبويض كويسه ولا لا. وبالتالي اشهر نظريه بتشرح ليه ممكن يحصل تاخر انجاب على الرغم من ان كل التحاليل طالعه كويسه، بتقول ممكن الحيوان المنوي يكون عدده كويس ايوه، حركته كويسه ايوه، لكنه غير قادر على اختراق البويضات الطبيعيه. او العكس، البويضات بتكون بتطلع ايوه لكنها ناشفه ما تسمحش باختراق الحيوانات المنويه الطبيعيه ليها. تمام. تمام. طيب دي نظريه ثانيه اللي هي موضوع بطانه الرحم المهاجره. وزي ما كنت حضرتك تفضلت قلت ممكن يكون دوت يعمل مشاكل. ايوه ممكن. الفكره بتاعته في حاجه، ان موضوع بطانه الرحم المهاجره ده بمنتهى البساطه كده ان بطانه الرحم المفروض تكون موجوده داخل تجويف الرحم. تمام. لسبب ما سابت المكان دوت ودخلت جوه الحوض. وجودها جوه الحوض ده مش مظبوط، فالجسم بيعرف ان وجودها في المكان ده مش مظبوط، بيحاول يعمل تليفات او التصاقات زي ما شفنا في الفيديو كده، هو بيحاول يحجمها ان هي ما تتنقلش وتروح اماكن ثانيه. يعني الالتصاقات دي في حد ذاتها ممكن تقفل الانابيب وبالتالي ده سبب مباشر يمنع الحمل.
في اسباب غير مباشره بقى، ان هي بدل ما تقفل الانابيب بالكامل تيجي في المكان اللي هو كنا شفناه ان هو بياخد البويضه ويروح مدخلها للرحم، في المكان اللي هو ممكن تتخصب فيه. لو بطنه الرحم المهاجره جت في المكان ده بالذات، في المكان ده بالذات ممكن يكون الانابيب سالكه ايوه، لكنها مش قادره تلقط البويضه في الوقت المناسب وتنزلها في المكان اللي هي ممكن تتخصب فيه. بالاضافه لكده لو طلعت، لو كانت بطنه الرحم المهاجره موجوده في المكان المبيض اللي هو زي ما شفنا في الفيديو كده بتخرج منه البويضه، ممكن اول بويضه تكون موجوده لكنها ما تقدرش تخرج في المكان المناسب اللي تقدر قناه الثالوث ان هي تنزلها في سكه الحيوانات المنويه. تمام. طيب دلوقتي احنا ممكن يعني الناس لو قلنا دلوقتي اول حمل عندنا متاخر هنعمل معاهم ايه؟ لازم نعمل الاول حاجات معينه، نسال الاول لازم نشوف الزوجين مع بعض. تمام. لان ديت حياتهم هما الاثنين وقرارات بياخدوها هما الاثنين، فبالتالي لازم نشوفهم مع بعض. ده رقم واحد. رقم اثنين في اسئله معينه بنسالها للزوجه نقدر نعرف منها اذا كان التبويض كويس ولا لا. مثلا البيريود بتيجي مظبوطه ولا لا؟ لو البيريود بتيجي مظبوطه عندها 90% التبويض كويس. لا يا دكتور ده اصل البيريود بتيجي عندي بتتاخر 10 ايام اسبوعين، لا بتيجي كل 3 شهور، لا غالبا مفيش تبويض كويس. طب يا ترى في حبوب زياده بتطلع في الوش او شعر زياده بيطلع في الوش او في الجسم؟ يا دكتور موجود؟ لا غالبا عندها حاجه زي تكيسل. تمام. في هرمونات بعملها للزوجه في ثاني يوم البيريود وفي اليوم ال 21 من البيريود يورينا اذا كان التبويض عندها كويس او اذا كان في مشكله. بالاضافه لكده في اشعاعات بنعملها للزوجه في وقت التبويض نعرف التبويض عندها برده كويس ولا في مشكله. بالتالي نعرف اذا كان التبويض عندها كويس ولا في حاجه. ولازم نتاكد ان الانابيب سالكه وان ما فيش فيها انسداد. بنتاكد ازاي؟ اشهر اختبار بيعمل الموضوع دوت اسمه الاشعاع بالصبغه. ايوه. دوت عشان نتاكد بالظبط ان الانابيب بتاعه فالوب ما فيش فيها انسداد وما فيش فيها اي مشاكل. تمام. عملنا الاشعاع بالصبغه وطلعت كويسه، عملنا اختبارات التبويض بتحاليل دم بتحليل هرمونات في ايام معينه وكمان بالاشعه التلفزيونيه في وقت التبويض وتاكدنا ان التبويض كويس. بالسونار العادي ممكن نتاكد ان بطانه الرحم اذا كان فيها مشكله ولا لا. تمام. الزوج لازم يعمل تحليل سائل منوي، لان تحليل السائل المنوي دوت ورينا العدد كويس ولا لا، الحركه كويسه ولا لا، في نسبه تشوهات ولا لا. ده مهم جدا ان هو يتعمل. بناء عليه كل سبب في تاخر الانجاب ليه طريقه بيتعالج بيها، كل حاجه وليها الحل الخاص بيها. يعني كتير بيبقى خايف لو هو تاخر الحمل لفتره ان هو بتبقى بتفقد الامل ان هي ممكن يكون في حمل يحدث بعد كده. الامل في ايه يا دكتور؟ هو الامل في ربنا في الاول وفي الاخر، ده رقم واحد طبعا. رقم اثنين في العلم اللي ربنا اداهولنا ان احنا نطبقه مظبوط عشان كل ست تاخد الحاجه اللي هي مفيده ليها. حاجه مفيده لست ممكن تكونش مفيده لست تانيه. صح. ناخدها واحده واحده كده اهوت يعني. طيب لو الزوجه لو زوجها مشكله عندها في الانابيب، لا اشهر حاجه لو الانابيب مسدوده احسن حاجه تعملها حاجه اسمها الحقن المجهري او اطفال الانابيب. اللي هو بمنتهى البساطه كده، مش البويضات بتتخصب وبعدين تزرع نفسها في الرحم. احنا بناخد البويضات ونخصبها من الزوج وبعدين نزرعها في الرحم. تمام. الزوجه اللي هي الزوج اللي هو عنده ضعف في الحيوانات المنويه، لو الضعف بسيط ممكن ياخد علاجات لفتره سنتين. ما تعالجش في خلال السنتين بيعمل حاجه اسمها الحقن المجهري. لو الضعف شديد من الاول لا المفروض يعمل حاجه زي الحقن المجهري. تمام. الزوجه اللي التبويض عندها ضعيف تاخد الاول تنشيط تبويض فتره حوالي 6 شهور، ولكن ما تزيدش عن 6 شهور، اكتر من 6 شهور دوت بيستهلك مخزون المبيض. تاني حاجه ممكن يعمل لا قدر الله اورام في المبيض وبالتالي مش مطلوب اكتر من 6 شهور. ما حصلش حمل بعد 6 شهور ممكن ترجع بعد كده لحاجه زي اطفال الانابيب او الحقن المجهري. نورتنا النهارده يا دكتور، شكرا على وجودك معانا. الدكتور عبد الغني محمد استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري واطفال الانابيب مستشفى دار الطب ومدرس امراض النساء والعقم من كليه الطب جامعه القاهره وعضو الكليه الملكيه لامراض النساء بلندن. شكرا جزيلا، شكرا. نورتنا، ونشوفكم فقرات اخرى من برنامجكم طبيب اليوم.